السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين. اليوم غنديرو بيتزا بطريقة سهلة جدا. اليوم اخوتي هذاك الكاس اللي شفتو ديال العبار، كاس درت منه 4 الكيسان، رانا وريت لكم، وهنا غربلت الكيسان الاولى بحال انتم شفتو، ضروري الدقيق تغربل بحال انتم شايفين اخوتي. هنا غادي ندير المعلقه ديال بيكنج باودر، معلقه ونص، ها هي بيكنج باودر، حتى هي غربلتها مع الدقيق، وكنعجنها غير بمعلقه سهله جدا بصراحه، ما تتعييش العجينه، يعني 2 دقائق كتعجنها غير بمعلقه من غير ما تتعبي. هنا اخوتي درت معلقه السكر، معلقه ونص ديال الخميره، شويه ديال الملح، هاي ديك معلقه صغيره الملح، ودرت بيضة، انا درت بيضة هنا، وكاس الحليب، ومعلقة قلت اونص ديال الخميرة ديال العجينة، معلقة اونص ديال بيكنج باودر الخميرة، درت كاس الحليب ونص، كاس الحليب عادي ونص، ويعني يعني تجي دغيا دغيا، كنعجنها غير بمعلقة. وبحال شتو غادي نخلطها، هنايا درت معلقة الخل هنا كبيرة، معلقه الخل بس كتجي دايره كالشفنج ما شاء الله، وخلطتها انتم شفتو كنخلطها غير بشويه بمعلق. من بعد درت اخوتي غادي ندير واحد شويه، واحد 4 ديال المعالق ديال الزيت، زيت العاديه 4 معالق ديال الزيت، وي اخوتي وعجنتها غير بمعلق خفاف، درتها خفيفه بصراحه، عجنتها درتها خفيفه جدا. هنا هي خمرات كتخمر دغيا دغيا، بسم الله ما شاء الله خمرت العجينه. هنا دهنت الطبسيل، ها هو فين دهنته، طلعته ديال الفران، دهنته درت لها الدقيق باش ما تلصقش. وهنا بعد ما لفيت العجينه، هي خليتها تخمر واحد 2 دقائق عاوتاني، هي لفيتها، هي كتجمع، هي راه خفيفه بزاف. هنا قرصتها غير بيدي، قرصت ورقتها غير بيدي، زعما قرصتها في اللاطه. هنا كان تقلبتها بالفرشيطه باش ما تنفخش، كتجي العجينه دايره كالسفنج ما شاء الله تبارك الله، بصراحه جربوها وما هتندموش. طبعا تنديرها طيب نص طيبه، تنخرجها من الفرن. هنا هي فين طابت نص طيبه اخوتي، يعني طابت، ودرت لها هنا لاصوص، هاد لاصوص درت فيها غير الزعتر، شويه البزار، لاصوص طماط ما تشد الحك، درت فيها شويه الزعتر، درت فيها اخوتي شويه البزار، شويه الزيت، ايوا شويه الملح، شويه الملح بس. هنايا هو الزعتر باين فيها، كتجي واعره بالزعتر اخوتي. ودرت على دابا راني كنسيحها على لاباط، على هذه لاباط نتاع بيتزا، دهنتها كلها لاصوص غزي، ولا بصراحه انتم بحال شايفين اخوتي. وكأنا كنطيب تنطيب لاباط، هي صراحة طيبة مزيان، ولكن من الأحسن طيبيها واحد طيبة نص طيبة باش ما كتجيكش معجنة، ولا المهم كانت انت تعجبني الصراحة تكون طيبة، كان حيت كنت نطيبها. هانتم بحال اللي شفتو اخوتي، من بعد حتى كنسيحها وتندير اخوتي. هنا درت البصلة، ها هي درت فلفلة مقطعة طريفات صغار، انتم شفتوا يعني كلها درت يعني كل بط. وهنا كفيته، كفيته حتى هي حمرت، طيب شويه الزيت، شويه البزار، شويه الملح، الكفته ها هي حمرتها حتى هي، كلشي يعني يلاه، البصله والفلفله هما اللي ما طيبينش، هذه اللحمه ولاصوص طوماط طيبين، هذه بحال اللي قلت اللحمه المفرومه حتى هي طيبتها وسيحتها على داك لاباط نتاع بيتزا، شوي شوي. ودرت كمان على المصلى سيدنا محمد، جبت غادي نجيب دابا الزيتون نحطو عليها. هنا مازال تنمشي طريف بطريف، يعني تندير داك هادي المقادير كلهم تنوزعهم على هادي، على ديك لاباط بيتزا كلهم، تندير شويه شويه عليهم بحال انتم شايفين، الصراحة كتجي لذيذة. وكتعرفي ما تاكلي، من الأحسن صوبتها في البيت أحسن، باش كتعرفي شنو كتاكلي، يعني ما كت... هذا الزيتون قطعته هكا صغيور بحال سلايس،
هذا الزيتون، شويه الزيتون حتى هو الزيتون الاحمر قطعته حتى هو ودرته على البيتزا كامل، طورته على البيتزا كله بحال اللي شفتها اخوتي احسن تصوبيها في ديك. هنا كندير الجبنه، ما تنسيش اخوتي الحبيبات ديروا لي اللايك وديري الاشتراك يوصلكم كل جديد، ونتمنى تجربوا هاد البيتزا. راه كان بحال اللي قلت لكم لاباط غير بمعلقه دغيا كتوجد وكتخمر وكتلف فيها انت عاوتاني بشويه الزيت شويه شويه ديال الدقيق، تلفيها بالدقيق كتجي لاباط واعره بصراحه ما نقولكيش. مثلا عجينه خفيفه يعني مثلا دلكها ما تدلكني غير معلقه، يلا يلا بحال عجينه السفنج اكل لك على بعضك. هنا بحال شتا خويتي دايره الجبنه الفرماج الاحمر هو تن اللهم صل على سيدنا محمد، الفرماج الاحمر بحال اللي نتوما شايفين سهله يعني ما كف ما فيهاش تعب، دغيا كتوجد هي لاباط ديالها لي صعيبه يعني، وما داكشي الاخر سهل فرمشت عين. تعجبني بالجبنه سندير عليها الجبنه بزياده شويه. ايوا يا خوتي بحال اللي قلت لكم لايك لايك باش تعاونونا يعني باش يزيدوا الفيديوهات وديروا بارطاج. انا تنشوف شي قناه والله الا يعني تندير البارطاج يعني وتندير اللايك بلا ما تنعرفها يعني نقول هذا على طول. هنا الوجدات البيتزا ديالنا واو واو جات الصراحه ما نقول لكمش لذيذه جدا، ولاباط ديالها جات فحال لي سفنج ما نقولكش اخويتي جات واعره. وكتعرفي ما تتاكلي هنا قطعتها طريفات صغار ودرتها مع العصير نتاع الباربا. شوف انا كنوريك لاباط ديالها كي دايره السفنج يا اخواتي، شوف شوف والله العظيم وجايه واعره واعره. هذا العصير ديال البنجر مع الباربا مع الليمون، سلقت الباربا وطحنتها مع الليمون